حكم الإمارة عند الخروج إلى ضواحي المدينة للنزهة أو غير ذلك. إذا كانت مسافة سفر وهو قدر نصف يوم بالرجل فإن السفر لم يأتي تعريفه في الشرع ولم يأتي تعريفه في اللغة، فيبقى تعريفه في العرف. وأحسن من تكلم عليه شيخ الإسلام فيما أعلم وقال إنه قدر نصف يوم بالرجل، بحيث لو أراد أن يرجع لاستغرق اليوم كله.